تجديد من شركة سايونا حماصة للتوست وايضا للصمون او للخبز او اي استخدام اخر. طبعا الزر الاول للتذويب، الزر الثاني للتسخين او للتحميص. طبعا مثل ما تشوفون جاهل مرة بتحكم حراري، تحكم درجة الحرارة. طبعا مو بس الصمون مثل ما قلنا لكم، للتوست ايضا مثل ما تشوفون هاي الصمون تقدروا ايضا تستخدموها للتوست هاي الدرجة. هاي درجة الحرارة، بها 7 درجات للحرارة. طبعا هنا بهذا المجال تفريغ. توفر هذا المنتج لدى شركة سايونا ترى خارج مقابل حلويات أبو عفو.